وظلم اطروح بالغبرة صريع مجار بالخد يا ليت بكار بلحظة رجع وفد حسين بعيوني وطب المعركة وياه وخليهم يذبحوني وخليهم يقطعوني وجالي بخيل سحقوني وكل لو صالت تطشر وبس يسلم عزيز حسين يا شيعة شلون اتسلى وعاين ضجة عياله واشوف قبالي الحارة تصب دموعها ما صيح حسين ظل مرمي وما حد للقبر شاه ثلاثة ايام بالغبرة بلا غسل بلا تكفي يا شيعة شلون اتسلى ورباب قبالي محزون صيح شلون يا يما طفل عطشان ذبحه طلع به الشهيد حسين ولبالي يرحمون وجاباه إلى الخيمة تشف تمدد بليده يا شيعة شلون أتسلى ورمل أقبال تحسه صيحوا لأبي الجاسم شفت قبالي يتعفى شباب معفر خدوده وطول قبالي يتفطى وجابوا عرس الخيمة وشفت مخضب الكف يا شيعة ليله قبالي تصف دموع هماله صيح بصوت يا يما حبيبي تفجع احواله عباد حسين خلاه وجال جمع وصاله وجابوا لين إلى الخيمة وراسه من شطر شطره على أم البنين